وللمزيد حول ملف العقوبات ينضم إلينا عبر سكايب من بروكسل بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن. سيد بيتر، أهلا ومرحبا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. اتباع سياسة العقوبات وتجميد الأصول الروسية، روسيا تتهمكم بأنكم تسرقون أموالها، ما ردكم على ذلك؟ مساء الخير وشكرا لك. يأتي من روسيا هذه الأيام لا يعني أي شيء إطلاقا، بشكل على وجه الخصوص أكاذيب. هم يحاولون نشر أخبار كاذبة، فالاتحاد الأوروبي لم يسرق أي شيء. لابد أن نواجه الحقائق، روسيا هي المتهمة لأنه بدون أي سبب قد هاجمت أوكرانيا وأشنت حربا شرسة ضد الشعب الأوكراني وقتلوا المدنيين الأوكرانيين ودمرت البنية التحتية الأوكرانية. في هذه الظروف الأوكران يحاربون من أجل بقائهم، فبالتالي الاتحاد الأوروبي يساعد أوكرانيا للدفاع عن نفسها على المنحى الاقتصادي والسياسي والعسكري كذلك، وهذا يأتي استجابة للعدوان الروسي الذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفي استجابة لهذه الإجراءات غير الشرعية تطبق هذه العقوبات، فبالتالي هناك تجميد للأصول ويقيدون التمويل، وبالتالي هذا استجابة للوحشية في الكرملين، فبالتالي نحن ضد المذابح في أوكرانيا. نعم سيد بيتر، دعنا نناقش الأمر بشكل أكثر تفصيلا. هل أثبتت العقوبات الغربية على روسيا أنها وسيلة ناجعة في التعامل مع روسيا؟ مثلا رئيس وزراء المجر يتهم الاتحاد الأوروبي بأنه بهذه العقوبات يدفع العالم أكثر نحو الحرب. العقوبات هي إحدى الأدوات التي نستخدمها للرد على هذه العدوان. العقوبات ليست الأداة الوحيدة، نستخدمها بالإضافة إلى الأدوات أخرى، والعقوبات تظهر تأثيرها الإيجابي على المدى القريب والبعيد، وكذلك نرى تداعيات هذه العقوبات. ولكن بوتين لا يستجيب ولا يتقدم إلى طريق السليم، ولم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه حتى الآن، فهو يواصل عدوانه وبدأ بالانسحاب، ذهب إلى كييف ثم انسحب وتوجه إلى الغرب وانسحب من خيرسون، فبالتالي يفقد الأراضي، فبالتالي هذا يعني خسارته للحرب. هذا يظهر المسار الصحيح لدعم دفاع الأوكران عن أنفسهم، وبالتالي هذه عقوبات دولية تطبق ضد روسيا لأنه ليس لديه أي وسائل للاستمرار في هذه المذابح الوحشية، ولا مد جيشه بالإمدادات والإداريات اللازمة.